انا النمله، فين السكر؟ نمله ايه وسكر ايه يا عم؟ يا عم اهدى بس، ده سين بينه وبينهم هم فاهمينه. النهارده السيد وزير التموين بيقول للناس ايه؟ سكر، وبقول لكم انتوا، بيقول لهم يا جماعه تعبوا شويه ودوروا. انتوا اقتصاد بقى. دكتور علي انا من الناس اللي بحبهم صراحة، يعني تومين بالظبط جاي لك عن طريق نوفل الحديده، يا ما جاب الغراب لامه يا اخويا. سياده الوزير النهارده رمى تصريح انا واقف قدامه لحد دلوقتي. هشغل يا مفيش ازمه يا فندم، اللي يقول لك في ازمه، احنا عندنا سكر على ارض مصر اكتر من الاحتياج. ورهول طلعه اشوفه اتفرج عليه. كنت لسه بكلم الدكتور علي من شويه بقول له عندكم ازمه سكر؟ طبعا موجوده في كل مكان في مصر. كل مكان في مصر؟ اه طبعا. لا في ازمه يا دكتور علي، انا اسف يا دكتور علي، عذر يا دكتور علي، اعذرني يا دكتور علي، في ازمه. محمود باشا حسين بتاع امن الدوله اتفق معايا اتفاق، قال لي عيش نمله تاكل سكر، انا من ناحيتي وفيت ونملت على الاخر، فين السكر؟ اللي بيقول في ازمه مصر بيقول في ازمه، كل الناس دول في ازمه، حضرتك الوحيد اللي بتقول ما فيش ازمه. لا في ازمه، السكر عالميا بيعلى والسكر بيشتغل مع البترول. طيب ممكن اقول لك انا ايه السبب؟ يعني انت كمواطن انت مش عارف توفر سكر في السوق، نقطه. ما تقول كده كده هتطلع لك سنان يا مرعاش نعيمة. احنا ليه بنقعد نقول للناس ايه؟ ما هو موجود اهو، ده في، انا سامع عن واحد امبارح في اسوان جايب كيسين. انك تجد النهارده ناس بيقول لك السكر النهارده بقى ب 40، بقى ب 50، حد تاني يقول لك ب 60، كل واحد قاعد يعلي. شكلها هتولع نار. قولوا للناس الحقيقه يا جماعه، انا عندي نقص، النقص ده انا مش قادر اعوضه، مش قادر اعوضه ليه؟ يعني الازمه في حقيقتها هي أزمة اقتصادية، هي أزمة عملة. يعني انتوا بتوع القاهرة مش عارفين بقى البنجر بتزرع امتى ولا القصب بتزرع امتى؟ نقول لكم برضه عشان نبقى حاطين القصة على الأرض كده، هي أزمة دولار، هي أزمة تدبير. وبعدين بقى يبتدوا يقولوا لك بقى كلام ايه؟ وانت ليه بتحط 4 معالق سكر في الشاي يعني؟ ما تخليهم 2. لا كده مش هينفع يا اخوانا، انا مش هسكت. تسكت الحكومة، تسكت الحكومة. خليك فاكر يا جودة، تعيش نملة اكل سكر. لا مش هتنفع تسقط الحكومة دي. فأنا قعدت أقول طب سيادة الوزير إذا هو عارف الموضوع بسيط أوي كده، طب ما كان يخلص لنا الموضوع ده من شهر. إن هنقعد نلعب معاه لعبة الرز ليه؟ إيه؟ مش مترجم، خليك معاه بس وأنا حميزك. هتيجي بعد شوية وزارة التموين تقول إيه؟ أهم حاجة وجود السلع، وأهم حاجة إتاحة السلع. تقول لا إحنا هنخليه ب 30 بس نوفره زي ما قالوا في الرز كده، فما تلاقيهوش ب30. ياتي نمره 2 السعر وبعض الناس هتزعل مني. انا بقول لك يا دكتور علي وانت رجل عسكري في المقام الاول، هو ده اللي خرب البلد دي. حقك حقك وقتك، قول له يا سيد. بس انت نورتنا صراحه وربنا. الموضوع بسيط جدا، تيجي مسؤول، وانا بتكلم دلوقتي على الاسعار تحديدا. احنا يا جماعه موسم انتخابات، انتخابات بعد اسبوعين، خلي حد في الحكومه يعمل مشكله. الناس هجمت الدكتور علي، يهيج الراي العام وانت تتدخل لتصحيح الخطا ترتفع شعبيتك. ايوه بقى، هو ده اللي كنت بحاول افهمه لكم من ساعه ما دخلت المعبد. المتحف. المتحف ابو خليل. طيب اللي قدامك ده هو الوحيد اللي في الجيش كله اللي القياده امنته على ساعه الصفر. ده هو الوحيد اللي لبسه ساعه الصفر في ايده. ليله 30 يونيو، ذكرى 30 يونيو. 30/6 ما كانش يوم عادي. قسما بجلال الله 45 دقيقة يعمل لي بايده كده. الحمد لله على نعمة 30 يونيو. والله ما كنت أفكر. طب أنت أطول ولا أطول؟ اليوم اللي إحنا رسمنا فيه لوحة من أروع لوحات التاريخ. الله. الثورة العفوية الشعبية الهادرة. لوحة ثورة 30 يونيو الشعبية المجيدة. لوحة بتتكلم، سامع حضرتك؟ التي وصفت بأنها الثورة الأضخم. إحنا في هذه الذكرى، ذكرى ثورة 30 من يونيو. ما حدث يوم 30 يونيو كان معجزة من عند الله. كانت معجزة. معجزة. اللي ما يعرفش ما يتكلمش. اللي ما يعرفش ومش عيب. أعظم ثورة في تاريخ الشعب المصري 30/6، رغم أنف الدكتور حسن نفعة. الله، وأنا مالي يا لندن؟ والله 30 يونيو أنقذت حضارة الدنيا. 30/6 كانت فعلا طوق نجاة، إنقاذ. أنقذتني من الموت ليه؟ أشكرك عشان طلعتني وحطيتني على مركب تايهة. أنا بقى بتقول أنت الثورة، ثورة يونيو دي أنا رأيي إنها أعظم ثورة في تاريخ مصر، لأنه أنا عارفة إن دي ثورة التصحيح التانية. لا التصحيح إيه؟ بلا تصحيح بلا بتاع. أنا كنت بالي الموضوع سيريس، واخد بالك جد،
بس ضربتها في دماغي. الحقيقه ثوره يونيو في نظري كيف تراها يا شيخ خالد؟ انا اول شيء اراه فيه ان هي نصره للدين. انتوا خايفين نضيع الدين؟ هو اللي احنا فيه ده في اكتر منه ضياع للدين. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك برضو. النهارده الدوله كانت متاخده في حته وانت قمت مد العالم كله لمؤاخذه يعني قفا وخدته في حته تانيه خالص. مصر كانت راح رجعناها. ايه الزحمه دي؟ طب انا قلت 2022 هتبقى مصر في موضع تاني. انت بتتكلم الكلام ده على اساس ايه؟ اقول لكم الدنيا هتبقى عامله ازاي؟ هقول عشان بعض الناس ساعات ما بين الحين والاخر كده مع الضغوط اللي بتكون حوالينا بيبداوا يكفروا ببعض الحاجات، فبعض الناس ممكن تبدا تعيد النظر مره تانية في 30 يونيو على سبيل المثال. بتحصل وتقول والله هو ده اللي قال لنا هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه. نعم انا سايح بتكلم برفق دايما لان الشعب المصري قاسى كتير وحق عليا ان انا رقيق معاه. لدينا مشاكل ولدينا عدم كفاءه في بعض المواقع. هو الحنيه طبطبه؟ لا الحنيه ده معلش يا ريس دلوقتي ده كده ده ما بيضحكش خالص. وهو ايه انا قاصد ان انا ما اضحكش، انا عامل مشهد درامي. اقول لك لا اصل اللي حصل من بعديها واحنا مضغوطين والاسعار والكلام ده كله. ما تظلموش 30 يونيو مع اي حاجه من التفاصيل دي، ما تظلموهاش. وتقولوا الاوضاع اهي وادي وصلنا لهنا وخد الفلوس وعمل بيها مشروعات قوميه وسابنا. لا طيب ما ينفعش. الأيام دي اللي خلتك النهاردة قاعد مستقر أمنيا رقم واحد، أمنيا رقم واحد، أمنيا رقم واحد، ثلاث مرات بقول أمنيا. بقينا مطمنين على أولادنا وهم رايحين المدارس وهم راجعين منها. بلد مستقرة آمنة الحمد لله، آمنة الحمد لله. تاني الحمد لله كنا في فوضى. استمر والله يعطيك العافية. الله يعافيك. إبداع والله. صورة مصر بعد 30/6، مصر اللي قبل 30/6 كانت حاجة إن هم كانوا عايزين يغيروا هوية البلد، يغيروا ملامحها، يغيروا شخصيتنا، يغيروا طبيعة الشعب المصري، واللي بنشوفها دلوقت حاجة تانية. الحمد لله الذي أعاد لنا مصرنا والذي أعادنا إلى ديننا. حالة من الصدمة يعيشها الشارع المصرية مع تكرار جرائم القتل. هو أنت بتحبوا شعبنا أكتر مننا؟ أنتوا خايفين على بلدنا أكتر مننا؟ ما كانش في مصر. نسيتوا؟ الناس دي نسيت؟ النكران ده ليه؟ ليه البعض بينكر ما حدث على أرض الواقع؟ تذكر ولا تتنكر. يا عم هي ناقصة شعر؟ ما انت مش عارف لوحدك. هو ناقصة شعر ولا ناقصة خانقتك؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا نجامل ولا نزايد، كان هو البطل الحقيقي. احنا عاملين شغل يخلص 30/6/20 ب4 تريليون جنيه. 30/6/2020 بعدل ربنا عبد الفتاح السيسي هيقف قدام الشعب المصري وراسه مرفوع. استنى يا عاصم لو سمحت يا كامل، هو احنا مش قايلين 30/6/20 ولا ايه؟ اولا ليؤكد على قاعده وهي ضروره الحساب، وده اللي حطها رئيس الدوله الحالي. حاسبوني سنحاسب رئيس الدوله. مفيهاش كلام. لما تلاقوا دخل تريليون دولار يعني 17 18 تريليون جنيه، لو الرقم ده موجود حاسبوني حاسبوني، غير كده لسه بدري. حاسب كده حاسب كده. 30/6 مش مجرد شويه ناس خرجوا مظاهرات كانوا معترضين والجيش قال لهم حاضر. يا ريت لو سمحتي شاي بلبن او كلنا شاي بلبن عشان نضرب بتفور مع بعض. انا جايب بتفور. لا ده كان حدث غير شكل التاريخ المصري للابد. كانت الموارد محدوده، النقد الاجنبي احتياطي النقد الاجنبي محدود. يعني النهارده احنا بنتكلم على درهم ب5 جنيه، بنتكلم على ريال ب4 85. كان في مشاكل في الزراعه، عندك مشاكل برضه في الصناعه، عندك مشاكل في التصدير. انا مش هاكل. عندك مشاكل في التعليم. التعليم محتاج شغل كتير جدا. انا مش عارف اعلم، مش عارف اعالج. المستشفيات والصحه مش عارف اشغل، مش عارف اسكن. ما بيعرفش النبي ما بيعرف. اسرائيل دعمت ثوره 30 يونيو؟ ما قلتش دعمت ثوره 30 يونيو. ازاي؟ هقول لك. ده ناس عارف الحشري، هو ده الحشري يقول لك حاطط مناخيره في كل حاجه. امن وسلامه المواطن الاسرائيلي جنبا الى جنب مع امن وسلامه المواطن الاسرائيلي. لو تخيلنا انه ما فيش يوم 30/6، ما فيش هذه الحشود، كان ايه اللي هيحصل؟ البديل كان هيبقى ايه؟ تقسيم مصر الى دويلات، كل دوله بحري وابلي وسينا. ارجو ان الموضوع ده ما نتكلمش فيه
التالي. مفيش طبعا اقتصاد ولا سياحة ولا تجارة ولا ولا ولا. لما اشوف بقى ترتيب الدول اللي قبلنا في الشرق الاوسط، الامارات 25 وهي الاولى، المملكة العربية السعودية 33، قطر 43، اسرائيل 47، مصر 51. هنوصل لمرحلة ان احنا مش هنبقى العراق، هنتمنى ان احنا نبقى زي العراق او سوريا. واحنا الحمد لله الحمد لله، ده فضل من ربنا، لازم تعرفوا فضل من ربنا. خمسة.